تحت الأرصاد الجوية بمطار بيروت. أستاذ محمد كنجي اللي غايب عنا فترة، مشغول بك شيء ولا ماشي حالك؟ لا ماشي الحال. صباح الخير. صباح الخير. سؤال سريع، ما عندي وقت كتير، بس شو صار؟ قلت لنا شهر شباط دافي والعواصف رح بتكون خفيفة وأكثر تركيزها على المنطقة الجنوبية، عم نشهد كأنه عاصفة مثل العواصف اللي مرقت بشهر كانون تاني، شو السبب؟ هل تتغير ممكن تكهنات اللي حضرتكم بتشوفوها والدراسات؟ لا، الوضع هو نفس التوقعات. درجات الحرارة بعد ما ارتفعت، الثلج بعده فوق 1600 متر، يعني ما في تدني درجات الحرارة. لكن كمية الأمطار مثل ما من بداية الموسم قلنا أنه كمية الأمطار هيدي السنة حتكون كبيرة، وبالعادة بهيدا المنخفض اللي هلأ جاي الواسع النطاق اللي عم بيكون مأثر على مصر وفلسطين ولبنان وهالمنطقة كلها حتى تركيا، عم بتكون الأمطار يعني وتيرة متوسطة منها غزيرة بالفترة بعد الظهر، عم بتكون يعني عم بيكون انفراجات خلال النهار، أما فترة بعد الظهر فهيدي على السريع. جواب سريع، أي متى بتنحسر هاي العاصفة؟ بتنحسر نهار الثلاثة مفترض نشهد طقس مستقر، وهذا الاستقرار حيرافقنا يمكن لنهاية. طيب أنا طالع عبشري مش على الأرز، بوصل ولا ما بنوصل الليلة؟ ما بسكر الطلقات اليوم في تساقط ثلوج بعتقد بهالفترة، خاصة خلال يعني اليوم. بكرة تبلش هيك يضعف كثير المنخفض عننا، والثلج في تساقط للثلوج، يعني إذا المنطقة فوق 1700 متر 1600 متر عم بيكون في تساقط للثلوج. مع جنازير بيمشي الحال، بس إنه في تساقط ثلوج. شكرا لك أستاذ محمد كنج، بنشوفك بيوم تاني.